السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشركات بتنقسم إلى نوعين رئيسيين. وأنا اسمحوا لي حضراتكم إن أنا أقرأ عليكم كل نوع وأوضحه بشكل مبسط. الفرق بين الشركات، يعني في النوع الأول الشركات المدنية، والنوع الثاني اللي هو الشركات التجارية. الفرق بين الشركات أو الشركة المدنية والشركة التجارية يتضح من خلال إيه؟ أولا الغرض، وطبيعة النشاط. الشركة المدنية بتؤسس بغرض القيام بأعمال وأنشطة مدنية، يعني الشركة المدنية لا تؤسس بغرض القيام بأنشطة تجارية. أنشطة التجارية ببداها كده هي أنشطة بتهدف إلى يعني البيع والشراء والمكسب وتحقيق الربح لكن في شركات مدنية بتؤسس بغرض مدني، يعني مش بغرض تجاري. من أشهر الشركات المدنية شركات المهن الحرة، مثل شركات المحاماة. صحيح هي شركات المحاماة لها طبيعة خاصة في كيفية تكوينها، يعني بيبقى ليها تكوين معين وطريقة إجراءات معينة في قيدها في نقابة المحامين، لكن ده بالنسبة لل يعني الإجراءات الخاصة بالتكوين. لكن التصنيف، هل شركة المحاماة تصنف على أنها شركة تجارية؟ طبعا لا، لأن المحامي ما هوش تاجر. والمحامي لما يشترك مع زميل أو أكثر من زميل في شركة فهذه الشركة لن تكون شركة تجارية، وبالتالي تصنيفها، وأنا بأكد على تصنيفها مش طريقة إنشائها، هو أنها شركة مدنية. نفس الحال حضراتكم بينطبق على الأطباء لما يعملوا شركة مثلا مع بعضهم. الطبيب مش تاجر، وبالتالي لما يشترك مع طبيب زميله في شركة يعني تقديم الخدمات الطبية، الكشف على المرضى والكلام ده كله، فدي مش شركة تجارية، دي شركة تصنيفها قد يكون لها طريقة معينة في تأسيسها، لكن أنا بتكلم من حيث التصنيف. التصنيف دي مش شركة تجارية، دي شركة مدنية، لأنه الطبيب كالمحامي لا يمكن أن يقال عنه أنه تاجر، إذن ده الفرق الأول ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية. يبقى الفرق الأول هو في الغرض وطبيعة النشاط، فإحنا قلنا أما الشركات التجارية فالغرض من إنشائها وطبيعة نشاطها هو النشاط التجاري، يبقى مش أي شركة تسمع حضرتك عنها يبقى يسور في
ذهنك أنها شركة تجارية. لا لا، في شركات لا تخضع لمسمى التجارة، والشركاء فيها لا يطلق عليهم أنهم تجار. الفرق الثاني ما بين الشركة المدنية والتجارية هو المعيار الشكلي. المعيار الشكلي، إيه هو المعيار الشكلي؟ برضو اسمحوا لي حضراتكم أني أقرأ عليكم بعد كده أوضح بشكل مبسط. حيث لابد أن تتخذ الشركة التجارية شكلا من أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها قانونا، حيث تنقسم الشركات التجارية إلى قسمين. يعني هنا بقى إيه هنبتدي، سيبنا خلاص الشركات المدنية، دخلنا على مين؟ على الشركات التجارية. طيب الشركات التجارية دي ليها شكل، ليها شكل، شكل نص عليه القانون، وده هنبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى إن أراد ربنا نذكره في الفيديوهات القادمة، قانون التجارة وقانون الشركات وقانون الاستثمار وأنواع الشركات كل الكلام ده. لكن احنا دلوقتي بنتكلم بصفة عامة، بنقول ايه؟ ان الشركات التجارية لازم تنتمي الى شكل من الاشكال التي نص عليها القانون. اي قانون، اما قانون التجارة او قانون الشركات او قانون الاستثمار، كل ده ان شاء الله هنوضحه بشكل مبسط لحضراتكم في الفيديوهات القادمة. طيب ايه بقى اشكال الشركات؟ اشكال الشركات التجارية، قال لك ان في نوعين، نوع يسمى شركات الاشخاص ونوع يسمى شركات الأموال. نوع يسمى إيه؟ يبقى خلينا كده مع بعض، شكل الشركات نوعين، شركات أموال وشركات أشخاص. وطبعا هنشوف إحنا التقسيم للشركات ده أكثر توسعا في إن شاء الله الفيديوهات القادمة. طب في عجالة عشان أنا طولت على حضراتكم. شركات الأشخاص، إيه هي شركات الأشخاص؟ شركات الأشخاص نوعين بس، نوعين بس، شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. واحد يسألني يقول طب إيه هي شركات التضامن وإيه شركات التوصية البسيطة اللي هما شركات أشخاص؟ أقول له حاضر إن شاء الله الفيديوهات القادمة هتعرف بكل توسع ايه هي شركات الاشخاص وايه هي الشركات اللي بتندرج تحتها اللي هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. بس انا دلوقتي بعمل تعريف للشركات بصفة عامة واقسامها. طيب القسم الثاني من الشركات، احنا قلنا الشركات التجارية قسمين، شركات أموال وشركات أشخاص. وقلنا شركات الأشخاص هي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. طيب شركات الأموال، إيه هي شركات الأموال؟ شركات الأموال ثلاث أقسام، شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم. يبقى شركات الأموال غير شركات الأشخاص. شركات الأشخاص قلناها من شوي، دلوقتي شركات الأموال اللي هي شركات المساهمة، شركات ذات المسؤولية المحدودة، شركات التوصية بالأسهم. دول الثلاث شركات اللي هم بيندرجوا تحت القسم الخاص بشركات الأموال. يبقى كده احنا عرفنا المعيار الشكلي
اللي بيفرق ما بين، احنا عرفنا في الاول معيار الغلط، اللي بيفرق ما بين شركات، الشركات المدنية الشركات التجارية، ودلوقتي عرفنا المعيار الثاني وهو معيار الشكل، أن الشركات التجارية لابد أن تأخذ شكلا من اثنين، إما شكل شركات أشخاص وهي شركات التضامن والتوصية البسيطة، أو تأخذ شكل شركات الأموال وهي شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية بالأسهم. طبعا الكلام ده كله أنا بقوله كمقدمة تعريفية علشان نفرق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية، وفرقنا ما بينهم وعرفنا إزاي نفرق ما بينهم من حيث الغرض ومن حيث الشكل، وعرفنا ما هي الشركة المدنية وما هي الشركة التجارية، وعرفنا أنه الشريك في الشركة المدنية لا يكتسب صفة التاجر، لا يكتسب صفة التاجر، ولكن الشريك في الشركة التجارية كما سنعلم فيما بعد، في بعض الشركات التجارية سواء شركات الأموال أو شركات الأشخاص بيكتسب صفة التاجر، وهنتكلم فيما بعد عن إيه هي صفة التاجر وإيه هي مميزاتها وإيه هي عيوبها، وكل الكلام ده هنتكلم فيه بصفة أو بشكل موسع، لكن احنا دلوقتي بنتكلم ب يعني صيغة عامة عشان نفرق ما بين، عشان انت لو ماشي في الشارع كده ولقيت يافطة مكتوب عليها شركة مثلا الشركة المصرية للمحاماة، هيدور في بالك ان دي شركة واللي فيها دول تجار، لكن لا، دول محامين ولا يكتسب صفة التجارة. ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي ايه الشركة المصرية مش عارف لايه والطب وبتاع والخدمات الطبية والعلاجية والكلام دول مش لا يكتسب صفة التاجر، دول اطباء صفتهم اطباء، ودي شركات مدنية. والشركات التجارية زي ما احنا عرفناها. في فرق ثالث بينهم، فرق بسيط جدا، انه الشركات المدنية بيتناولها القانون المدني، يعني بينص عليها القانون المدني، وبعض القوانين بتنص على كيفية معينة لتنظيمها، زي مثلا شركات المحاماة، قانون المحاماة بينص على أسلوب معين أو طريقة معينة لإنشائها وتنظيمها، وأنه لها يعني زي جداول أو يعني ما شابه في نقابة المحامين، ولكن هي في الأساس مدنية و يعني تخضع للقانون المدني، ومن حيث الشكل تخضع أو من حيث التكوين بتتكون على حسب ما نص عليه قانون المحاماة. أما الشركات التجارية ده الفرق الثالث، إن دي بتخضع لإما قانون الشركات أو قانون الاستثمار أو قانون التجارة، وده اللي هنشوفه فيما بعد في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. أتمنى إن شاء الله أن يكون الفيديو ده وضح لحضراتكم على نحو واضح وصريح الفروق ما بين الشركة المدنية والشركة التجارية. برضو في عجالة، الشركة المدنية زي ما قلنا في فروق في الغرض وفي الشكل عن الشركة التجارية، كمان الفرق الثالث يعني الغرض والشكل، وأخيرا الفرق الثالث القانون المنظم. الشركة المدنية لها غرض ولها شكل ولها قانون منظم اللي هو القانون المدني، الشركات التجارية لها غرض وشكل وقوانين منظمة اللي هي ايه قانون الشركات والاستثمار والقانون التجاري.
بكده أنا وضحت على نحو جازم وواضح وشامل وكامل ما هي الشركة المدنية وما هي الشركة التجارية. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنستمر معا في رحلتنا للتعرف على كل ما يخص مجال الشركات والاستثمار والأعمال والمال والأعمال والتجارة، بحيث ان احنا ان شاء الله نوضح لكل الناس الراغبين في الدخول في هذا المجال، نوضح لهم الامور بكل بساطة وبكل يسر ان شاء الله. والقروض والضرائب، يعني يمكن انا نسيت في الفيديو السابق اني انوه ان انا برضو هتكلم على الضرائب التي تخص كل شركة، وإذا كان هناك إعفاءات ضريبية، كل الكلام ده إن شاء الله بإذن الله هنتناوله مع بعض في الفيديوهات القادمة. أنا مش عايز أثقل عليكم، بحاول إن أنا أقلل من مساحة الفيديوهات قدر استطاعتي، بس طبعا ما أقدرش إن أنا يعني أنتقص من الموضوع، وإلا يبقى أنا ما قدمتش المعلومة على نحو أمين. فمعلش يعني سامحوني في اني الاطاله، لان انا عايز اوصل لكم المعلومه بشكل كامل عشان تبقى في امانه في توصيل المعلومه. وان شاء الله باذن الله القاكم على خير وصحه وسلام في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.